السلام عليكم. هنحاول ندير واحد الفيديو قصير على التحويلات العقدية. التحويلات العقدية كاين ثلاثة تحويلات. التحويلات العقدية كاين ثلاثة، واحد هي الإزاحة. الإزاحة، المهم الإزاحة هي ترانزلاسيون، الرمز ديالها هو التي. اش كنقول؟ كنقولوا تي ازاحه متجهتها او متجهه الازاحه. تي ازاحه متجهتها او التي التي لحقها هذه المتجهه او لحقها هي ا زائد اي بي. اللحق ديالها هو ا زائد اي بي، وكتكتب بحال هكا اي بين قوسين ا زائد اي بي. الكتابة الهندسية للإزاحة، الكتابة الهندسية للإزاحة هو ام بريم زد بريم صورة ام زد بالإزاحة. الكتابة الهندسية غير الشرح، للشرح غندير نقسم الورقة وندير الكتابة الهندسية والكتابة العقدية. الكتابة الهندسية اش كتعني؟ كتعني ان ام بريم كتساوي او، هذه الكتابة الهندسية. الكتابة العقدية واش كتعني؟ هذه شفناها في الفيديو اللي قبل، هي زاد بريم ناقص زاد تساوي هذه زاد او. نسمي هذا زاد او، ولا نسميه زاد او. زاد او كيساوي، هذا راه او متجه، كتساوي زاد او متجه. هذا راه سميتو زاد او، هذا راه سميتو زاد او. صافي صافي، الكتابة العقدية هي هذه. أنا كنقلب دائما على اللحق ديال الصورة اللي هو زيد بريم، غيساوي ليا زيد أو زائد زيد. هذا لحق النقطة أم، ولا النقطة الأصل، أو لا الأصل. هذا لحق الصورة، ولا أم بريم النقطة هنا أم، ولا الأصل. وهذا لحق الصورة ام بريم، وهذا لحق متجهة الإزاحة. لحق متجهة الإزاحة، صافي. هذا الشيء اللي كاين بالنسبة للإزاحة. مثلا غنقول لك مثال وصافي، غير مثال كيف ما بغى يكون. احسب صورة تي بعدا تي إزاحة متجهتها، نسميها مثلا U ذات لحق جوج زائد اي. احسب بالسين، احسب صورة ام للحق ديالها مثلا هو جوج اي ناقص واحد. احسب صورة ام التي لحقها. غنجي غندير بعدا زيد بريم، غتساوي ليا زد او اللي هي هذه زائد زد ان. نعوض، زد او هي جوج زائد اي، زائد جوج اي ناقص واحد تساوي هذه ما هذه واحد زائد ثلاثة اي. هذه هي الصورة، هذه لحق ديال الصورة اللي هو زد بري ولا زد ان بري بحال بحال. هذا غير تطبيق، غير دغيا جبدتو من راسي، ما بقيتش كنقلب على شي تطبيق يكون اكزاكت وفيه الاسئله طوال. المهم غندوزو دابا من ورا الازاحه كاين التحاكي. من بعد الازاحه كاين التحاكي. دابا في الازاحه اش كحتاجينا؟ احتاجينا غير المتجهات الازاحه ياك. دابا في التحاكي غنحتاجو لاش؟ المركز والنسبه. التحاكي
التحاكي اش. المهم التحاكي اش، التحاكي لاش كيحتاج اش؟ لاش كتحتاج المركز اوميغا، هذا سميتو المركز، والنسبة ك، هذه النسبة. شنو هو التحاكي؟ التحاكي جات من كلمة محاكاة، محاكاة هي مماثلة، يعني شي حاجة كتعاود، كتبقى تعاود ياك. أول حاجة بعدا خاصك الشرط هو شنو؟ هو ك تخالف زيرو وتخالف واحد، ك ما كتساوي زيرو وما كتساوي واحد، بجوج خاصها تخالف ياك. التحاكي بحاله بحال استقامة النقط. شلنا استقامة النقط من قبل، نديرو مثلا هادي أوميغا، هادي إن، إن بريم مثلا هنا أو في الجهة الأخرى، المهم هنا هادي إن بريم ياك. التحاكي اش كيقول ليا؟ كيقول ليا باللي راه أوميغا إن بريم كيساوي ك في أوميغا إن، هذا هو التحاكي. بحال قلت لك، بحال الشكل ديال استقامة النقط إلا حولتها، هذه الكتابة الهندسية. إلا حولتها الكتابة العقدية غتولي عندي زد بريم ناقص أوميغا كتساوي ك عامل لزد ناقص أوميغا. هذا لحق المركز، هذا لحق الصورة، هذا لحق النقطة، هذه النسبة. يعني أن زد بريم اللي كنقلبوا عليها هي كعامل لزد ناقص اوميغا، كل شيء في الاخر زائد واحد الاوميغا، الاوميغا حولتها للجهه الاخرى ولات زائد. صافي، دابا غنمشيو نشوفوا التحويله الثالثه، والتحويل الثالث والاخير، واللي هو الدوران، الدوران ار. الدوران تا ولاش كيحتاج؟ الدوران ار، ار الروتاسيون كيحتاج ليش؟ المركز او والزاويه تيتا ياك. هذا او المركز ولا مركز الدوران، وطيطا زاوية. هذا اش كنحتاجو؟ مثلا لنفترض نديرو مثال هنا بسيط، عندي هنا ام وعندي هنا ام بريم، هذا هو او، هذه هي طيطا زاوية الدوران. اشنو الحوايج اللي بانت لي هنا؟ بانت لي ان او ام، او ام بريم مال هذه؟ هاد الزاويه كتساوي تيتا. وبانت ليا حاجه اخرى اللي هي شنو هي؟ اللي هي او ام كتساوي او ام بريم، المسافه او ام كتساوي او ام بريم، هذه شنو هي؟ هذه الكتابه الهندسيه. الكتابه العقديه، شنو الكتابه العقديه؟ هي زد بريم ناقص اوميغا اش كتساوي؟ كتساوي او اي تيتا، ليكسبونسييل ديال اي تيتا، عامل لي زيد ناقص اوميغا. وزيد اللي كنقلبوا عليها هي شنو هي؟ هي ليكسبونسييل اي تيتا، عامل لي زيد ناقص اوميغا زائد اوميغا في الاخر. اوميغا راه هو اللحق ديال المركز، ملاحظه، اوميغا هو اللحق ديال المركز. عندي ملاحظه واحده، هو او اي تيتا الشكل الأسي يجب تحويله إلى الشكل المثلثي ثم إلى الشكل الجبري. صافي، الواجب هذا نحوله بعدا الاكسبونسيال اي تيتا. الاكسبونسيال اي تيتا كلنا كنعرفوا شنو هو؟ كوس تيتا زائد اي سينيس تيتا. من جتها بلا ما تكون كتعرفها في الصيغه ديال اولر ولا شي حاجه، منين جتها؟ جتها من هنا كاين زاد وهنا كاين زاد، جتها من هذا الشكل الاسي ديال العدد العقدي وهذا الشكل المثلثي. الا اختزلت من هنا المعيار ديال زيد ومن هنا المعيار ديال زيد، غيبقى لي الاكسبونسيال اي تيتا كيساوي كوس تيتا زائد اي سينيس تيتا. صافي، هادشي اللي كاين في التحويلات بثلاثه بهم، هادشي اللي كاين. والنقطة ديال التحويلات الهندسية كيخص الواحد يجيبها بأي طريقة، كيخصك تجيبها حيت ما خصكش تضيعها، لا كيكون عليها غالبا كتكون كتدي ما يقارب نقطة أو نقطة ونص.